أجور الناس. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: ألا إن من أجور الناس من رأى جوره عدلا وعدل المهتدي جورا. ألا إن للعبد أربعة أعين: عينان يبصر بهما أمر آخرته، وعينان يبصر بهما أمر دنياه. فإذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فتح له العينين اللتين في قلبه فأبصر بهما العيب، وإذا أراد غير ذلك ترك القلب بما فيه.